السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو يقول بأنه أو سوف أخبركم بأنه هناك 110 شركة تقبل الدفع بالشيبائينو كما تلاحظون هنا في هذا العنوان العريض، وسوف ترتفع إلى أكثر من 1000 شركة سنة 2023. تابعوا معي هذا الفيديو، سوف أترك لكم العنوان أو الموقع الرسمي لهذه الشركة، كل شركة بموقعها الرسمي سأتركه في صندوق الوصف، وسوف يكون في هذا الفيديو التفاعلي كذلك، وسوف أعطيكم نبذة أو وصف قصير جدا لكل شركة وفي مجال الذي تشتغل فيه. إذن أول شركة سوف نتطرق إليها هي شركة، الآن سوف نتحدث عن الشركات أو التي تقبل الدفع كالمتاجر والأسواق. أولها موقع شيبا برو. إذن في هذا الموقع يمكن التغلب على إدمان القهوة مع كل عملية شراء تقوم بها، فإنك تدعم أو تقدم دعم نحو مجتمع الشيبا إينو بصفة عامة، حيث يتم استخدام 100% من الأرباح لشراء شيبا إينو. ليس هذا فقط، بل 30% من الأرباح ستذهب إلى المحفظة المحترقة في النهاية. إذن هناك عملية ربح وكذلك هناك عملية حرق، تقوم ب 30% من الأرباح تذهب إلى الحرق. الموقع الثاني جوما شوب. هذا الموقع يقدم أفضل الأسعار للساعات والحقائب والنظارات الشمسية والملابس ومواد التجميل والأحذية والأقلام والمزيد مع الشحن السريع وخدمة العملاء الأعلى تصنيفا. يحتوي هذا الموقع على مجموعة كبيرة من ساعات كأوميغا والرولكس وبريتين وغوتشي وتيسوت وبربري وسيتيزن وميكايل كروس والمزيد. إذا الموقع الثالث سوف أحاول أن أكون سريعا جدا، aquil.com. إذا هذا الموقع يقدم الإضاءات وصوت احترافي، تصميم، توريد، تثبيت، إعداد، برمجة، تدريب، صيانة عن بعد وحلول الأنظمة بشكل مفصل. الموقع الخامس شيب مينيس. إذا هذا الموقع يعطي حل واحد لجميع أحلام جميع أحلامك التي لديك في التصميم الجرافيكي الفريد عالي الجودة مع وقت استجابة سريع وضمان استرداد الأموال بنسبة 100%. الموقع السادس هو بارنير ساندبول. هذا ساندنوبل، هذا المتجر خاص لبيع الكتب على الانترنت لشركات بارنيز اند نوبل للكتب والكتب الإلكترونية والمجلات من نوك، تسوق الموسيقى والأفلام والألعاب، ويمكنك أن تحصل على شحن مجاني مع عضويتك في بارنيز نوبل. إذا كنت عضوا ففي هذه الموقع فإن الشحن يكون بالمجان. الموقع السابع بيرات برينتينج كامباني. إذا هنا تقوم بتنزيل جميع التصاميم التي أنت تصممها على حسب مزاجك، ويمكنك أن أن يقدموا لك المساعدة ويبيعون لك التصاميم الأصلية، وأنت أن تتبع التصميم الأصلية وتختار اللون للطباعة عليه، وسوف تحصل على ما هذه الإبداعات التي أرسلتها سوف يقومون بطباعتها. الموقع الثامن هو Open Source Castells. هذا الموقع تأسس في عام 2015 وهو المورد الأول في ولاية واشنطن لاستخراج الإمدادات والمعدات المختبرية. يتوفر هذا الموقع على الموظفون الودودون والمطلوبون بشكل لا يصدق، ويوفرون لك دائما المساعدة في أي أسئلة واستفسارات قد تكون لديك. الموقع التاسع وهو هانتروكس تو جو. هنا إذا كنت تبحث عن شراء شاحنة يدوية أو عربة متحركة، فإن هذا المتجر سيوفر لك جميع الاحتياجات من المعدات المتحركة المخفضة، وهم متخصصون في جميع أنواع الشاحنات اليدوية وغيرها من المعدات
الخاصة بمكان عملك التجاري أو الصناعي، وهم دائما يعرضون لك بيع هذه الآليات بأحسن وبأفضل الأسعار الممكنة. الموقع الأخير في المرتبة العاشرة وهو doris.tech. هنا سوف تتعلم تصميم الويب الخاص بك مع هؤلاء الأبطال الخارقين سوبر هيروز دورست. وهنا يمكنك تحسين محركات البحث، تصمم المواقع الإلكترونية، تطور التطبيقات، يعني كذلك يمكن إصلاح أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الماك والآيفون في جيلينغهام مع هذا الموقع دوست. إذن هذا فيما يخص يعني المتاجر والأسواق بصفة عامة التي تقبل الدفع بعملات شيبا إينو. وهناك سوف في الفيديو الآخر سوف أقوم بعرض المزيد من هذه الشركات التي يعني تعرض أو تقبل الدفع أو الأداء بشيبا إينو، لكن في مجالات مختلفة كالرياضة، الصحة، إلى غيرها من المجالات الأخرى، الملابس، الإلكترونيات، يعني بطاقة الهدايا، المجوهرات، الخدمات، في الأصفار. إذن هناك فيديو قادم إن شاء الله سوف أعرض فيه باقي المواقع التي تقبل الدفع بعملة الشيبا إينو. شكرا لكم، أتمنى أن أكون قد يعني قمت بتلخيص سريع لأبرز المتاجر والأسواق التي تقبل العملة شيبا إينو كوسيلة للدفع. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى. ولا تنسوا تفعيل زر الاشتراك و يعني والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار لكي تصلوا أو تتوصلوا بكل ما هو جديد في مقبل الأيام، وخاصة بأنني سوف أعرض فيديو قادم كما قلت يعني للمواقع الأخرى التي تشتغل في مجالات أخرى كما قلت، والتي سوف تقبل أو التي هي تقبل بالفعل الشيبا إينو كوسيلة من وسائل الدفع. ولا تنسوا أن تنظروا إلى الرابط في صندوق الوصف، سوف تجدون جميع الروابط للمواقع ويمكنكم التأكد منها بصفة رسمية. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى.